من هذاك الوقت هون صار بيتي. لولاكي أنا ما كنت هلأ واقفة هون. مديتي لي إيدك وصارت معجزة. اسمحي لي أنا مدلك إيدي حتى يصير معجزة تانية. ليك في مباراة اليوم. اسمعني قبل ما تسألها، بتراهن ولا لا؟ بس على شو؟ شو؟ مالك جاي؟ تركني اليوم، مزاجي مو رايق، رايح على البيت. خير شو القصة؟ بكرة عنا شغل شبك. شو في بجيبتك؟ شو هالعادة اللي عندك هي؟ عن جد انت غريب، شو صاير لك؟ تركني بحالي بقى. لكن بلا ما تتأخر عالبيت. طلع طلع يلا باي. رح اعمل لك شاي تدفي بطنك. لا ما بدي شاي. جيب لك مي. قلت لك ما بدي ما بدي. ما بتفهمي انت؟ ما بدي هالشغل هالحياة ولا هالمكتب. ليش ما تركتيني موت؟ يا الله عفوا، ما بعرف ليش عم خانقك. يمكن جنيت على الآخر. من شوي كنت رح انتحر كمان. يمكن صار هيك مو بقصدك. عادي هالمكتب على كرسي المديرة. ليش ضل شي من هالمديرة؟ طلعي بحالتي عادي. ما في يوم تمنيت هالكرسي. بالثانوي بالجامعة أحلى سنين عمري قضيتها هون. بالشغل كل ما أحتاج ليوم إجازة بابا يقول لي نايا كرمال مين أسست؟ بابا هي إجازة. أنا من سنوات كرمال مين عم اشتغل؟ وأنا مجبورة أجي لهون. ما سألني بنوب. أخذ قراره من وقت ما ولدت. ولا مرة سألني شو بتحبي تصيري يا بنتي. شو بتحبي تصيري؟ حرة. أنتي شو بتحبي تصيري؟ هون يعني بهالشركة. حلمي من وقت ما كنت صغيرة. والمعلم محسن صديقه كتير لجدي، شغلني عنده بمحل الحلو بعد دوام المدرسة. يعني المسا بروح على دورة الإدارة والصبح بعمل جولة للكلب. عندي دفع أجار كمان. يعني عم بشتغل مبسوطة. يمكن بيوم انتقل على القسم الإداري. أحلام سخيفة. أحلام كلها على الفاضي. ما قصدت هالشي. أنا بدي أهرب من هذا المكان وأنتي أحلامك هون. شو الموضوع؟ نايا؟
تشرفت استاذ. شو بتقمر؟ شكرا، كاسة شاي لو سمحت. تكرم. لنشوف شو بده يصير معنا اليوم بهالقصة. لوين رايحين؟ تعالي. بتعرفي شو في هون؟ قسم التصميم. وشو بتعرفي عنه؟ بعرف كنان بيك مسؤول التصميم فيه. عم بيحضروا لمجموعة موسم الخريف، اختاروا الأزرق لون الموسم. ليش؟ امشي. ما عم بفهم شو عم نساوي؟ وشو بتعرفي عن هون؟ معهد التصميم، المدير مروان الكاي افتتحه بال 2009، في 20 طالب آخر السنة بيعملوا عرض أزياء، واللي بينجح بيشتغل مصمم. امشي. فهمت يعني ليش هيك عم تختبريني؟ اشرحيلي. ماشي. هون 9 أشخاص كل يوم بشكله ثنائي، استراحة 3 مرات، والمساء بيقدموا التقرير تبعهم. كل يوم 2 بتجي بضاعة وبينزلوها على السيستم. أسماء العاملين حميات أتاش، أديز أكين، وطوفان غوري. الله، تعالي. لك لوين رايحين كمان؟ خلص روقي، رح أسألك شغلة أخيرة. تعالي. شو شايفة؟ بيت وعش، معجزة. مارال رح تستلمي محلي.